فيها بكل صراحه ما كناش متوقعين. بسم الله الرحمن الرحيم ما كناش متوقعين التنظيم يكون هكا. ملي ولاو الناس اللي كيقطعوا الورق في الجيشي ولاو كيقول لك بغيتي اكثر من جوج ورقات خاصك تدور معاه. بحال واحد دابا قدامي خدا 10 الوراق عطاه 100 درهم فيهم. وكاين الناس اللي جايه تفرجوا خارج الدار البيضاء وخارج المغرب، مهاجرين مغربيين يجيو يتفرجوا، بزاف الناس يجيو يتفرجوا. وحشومه بهاد الناس اللي كيقطعوا الوراق، راه ما حل مو. كانوا كيقولوا الناس في الاول يتحسس الدونور اللي بغى يقطع يحط لاكارت ديالو وياخذ ورقه وحده. دابا راك دبتيني وقف على كيشي تلقى واحد مخرج 40 ورقه 50 ورقه، ما دارت تقسيمين كيبان لك باغي يبيع ب 100 درهم 150 درهم. كاين اللي ما يستطاعش مسكين كاين اللي سيمانه هو كيجمع هذيك 30 درهم وهذيك 50 درهم باش يجي يشوف هذا اللقاء ديال الديربي. حتى الديربي عرس كراوي باش بنادم واحد ما يستطاعش مسكين غيشري ورقه 100 درهم و 3000 ومغالي في الامر تخاف الفرقه ديالو تخسر. هذا هو باش كينوض الشغب. السلام عليكم خويا. الاجواء ديال الديربي كما كتعرف اقبال ديال التذاكر اللي هو غير مسبوق، وهادي واجواء ديال زوينه الحمد لله. ومن حلوا الدونور صعبوا ان الدخله. اول حاجه فهاد الكيشيات راه ما صوبوا والو، اول حاجه ما صوبوا والو اخويا. كيجي بنادم عنده فلوس كيجبد 2000 درهم كيعطي لهذاك السيكوريتي وهذاك اللي مكلف لانه مكلفاهم الشركه، كيعطيه 100 درهم كيخرج ليه 20. مع حتى تجي تقطع انت كتقاز زحام، غتدخل اول حاجه غتضرب غتكريسا غيمشي لك تليفونك، كتخرج هنا كتلقى صحاب ماشينوا تقول لك 80 درهم 100 درهم ديها ولا خليها. نزيدك حوجه هنا شي حاجه اخرى عاوتاني كنقطعوا باش ما عطى الله الوداد هذه اللي عندنا. كنجيو عاوتاني كنلقاو مشكل اخر ديال الدخول. اول حاجه تنقطع ورقه ب 50 درهم تريبي، علاش ما يخليكش اخويا تدخل معاك قرعه الماء كيحيد لك غلاقه؟ هادشي اللي بغيت نعرف انا علاش. ولد خويا صغير هذيك النهار ماتش ديال لي فارم قطع لي ورقه ب 50 درهم قال لك لا ماشي انت هو ولد علي امره. بالنسبه للتنظيم ديال اليوم كاريتي اخويا كاريتي، دخلت ما تجيبها في راسك. وحنا هاد الفضاء هو فين كان المتنفس ديالنا الوحيده، المتنفس ديالنا الواحد. يلاه حنوا لنا دورو قالنا 22 مليار، قلنا ماشي مشكل عام ونص راه فينا 22 مليار. شنو هما هاد البريالات؟ هاد البريالات راه تجيبو منها في الدرب، لا كانت شي موت شي جماعه شي لعيبه هذاك اللي كنصوتوا عليه كيجيبو منا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا وقبل كل شيء الدوله ديالنا والناس اللي مسؤولين والناس اللي ما كيعرفوش ينظموا، ما عندناش النظام. لان علاش هاد الشيء ما خصوش يديروا؟ خص الاوراق لي تيكي يتباعوا، علاش ما يتباعوش في الدروبه؟ علاش ما نمشيوش عند مول الساكا ومول الحانوت وناخذوا لي تيكي؟ علاش هاد الشيء؟ علاش هاد الهمش؟ وعلاش هاد العشوائي؟ واش باقا شي بلاد فيها بحال هاد العشوائي اللي عندنا حنا؟ ها؟ كاين هاد الشيء ولا ما كاينش؟ يلاه جمعوا طول.